اي تمام خالص. دكتور، نرجع تاني لموضوع المفصل. هل هشاشة العظام لها علاقة بألم المفصل؟ اه طبعا، لان طبعا هشاشه العظام دي بيبقى للاسف ان طبعا ان العظم طبعا ما بيبقاش عنده القدره ان هو يتعايش طبيعي بالانسان، ان هو المفصل برضو يعني ايه من المفاصل برضو اللي هي ايه ما يقدرش حركته، حركه المفصل تبدا بتتاثر بالهشاشة. بالهشاشه دي طبعا، ما يبقاش الحركه سهله، بيبدا طبعا العظم عنده طبعا ما بيبدا كثافته بتقل. كثافته بتقل، فما كثافه بتقل يبدا برضو ما يقدرش يمارس حياته الطبيعيه، ان هو الفك يبدا وهو بيجي ياكل اي حاجه يبدا يحصل له الم، يحصل له طبعا ساعات صداع، فالوجع ده برضو والالم ده برضو هشاشه العظام برضو لازم الاول يعني نرجع كثافه العظم كما يعني كانت. كما كانت، ونبدا برضو نهتم ان احنا يعني ايه نبعد عن الحاجات اللي فيها كافيين خالص، نهتم بالكالسيوم في الغذاء الطبيعي بتاعه في اي الألبان. حاجه، بالالبان وكل حاجه يهتم ان هو المصادر الطبيعيه بتاعت الاكل الكالسيوم يرجع لها، ويبدا ايه يعيش حياه طبيعيه، ويبعد عن الحاجات طبعا الشاي القهوه الحاجات دي كلها طبعا بتاثر على كثافه العظام، وما يعني ايه نخلي العظم يوصل لطبيعته تاني بان هو يبدا ايه يتابع مع دكتور طبعا عظام ان هو يرجعه للحاله الطبيعيه بتاعته، فيقدر يمارس حياته الطبيعيه، ما بقاش فيه مشاكل، يبقى المفصل يتحرك بسهوله بعد كده، ما بقاش فيه اي تمام. صعوبه.